سيكون سباقا حافلا بالمنافسة، فما شهدناه خلال هذا العام يشير إلى أن توقيت السيارات أصبح أكثر مقاربة، والآن أصبح 20 أو 13 من الثانية هي الفارق الذي يفصل السيارة الفائزة والسيارة التي في الصف الخامس أو المركز العاشر أو حتى 11. للأسف في الوقت الحالي فريق مرسيدس بتروناز في المركز 9 أو 10، لكن قد يتغير كل شيء. كل ما عليك هو اللحاق ب13 من الثانية، وقد يتحسن عندها الوضع بشكل كبير، وأتوقع أن نستمر في التحسن وألا تتغير قواعد فورميلا 1 كثيرا من هذا العام إلى العام القادم. وهدفنا هو الاستمرار حتى السباق النهائي المقام في البرازيل، لأن التعلم والتكنولوجيا سوف يتم ترجمتها خلال عام 2013. كم يبلغ حجم استثمارات مرسيدس AMG في عالم الفورمولا 1؟ بالنظر إلى فورمولا 1، نادرا ما يطور العمل النماذج الأولية، وجزء كبير من إنقاذ فريق ماكلارين فورمولا 1 أو ويليامز أو مرسيدس يكون على استثمارات البحث والتطوير. وبالنظر إلى الأرقام المنشورة لمعظم هذه الفرق، نجد أن الإنفاق على فورمولا 1 يصل إلى 130 أو 140 مليون جنيه استرليني سنويا، وجزء كبير من هذا المبلغ يكون في الاستثمار في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا. وهذه التكنولوجيا لا تستخدم في فورمولا 1 فحسب، لكنها تستخدم في صناعة السيارات. فعلى سبيل المثال، لدى مرسيدس SLS نظام قيادة كهربائي، ولدى مكلارن سيارة رائعة والتي تتضمن تكنولوجيا من فريق فورمولا 1، وحتى الحافلات التي توفر الطاقة في لندن ليست إلا تقنية نابعة من فورمولا 1، وبالتالي هناك مجال كبير للابتكار. ما هي التحديات التي تواجه مرسيدس AMG بعد التوقيع مع السائق البريطاني لويس هاملتون؟ مع شخص مثل لويز أو نيكو روزبرغ سويا، يكون لدينا على الأرجح أفضل زوج من السائقين في تاريخ فورميلا 1 خلال العام القادم، ولدينا سائقين من أكثر السائقين تنافسا ويقومان بعمل رائع. والتحدي الذي نواجهه حاليا هو التأكد من حصولهما على سيارة تصل إلى مستوى موهبتهما، وواجبنا هو رفع مستوانا من المركز الرابع أو الخامس ليصل إلى سائقي مقدمة الحلبة. فلا يوجد فريقان، فريق للسائقين وفريق للمهندسين، بل الكل فريق واحد يدعم بعضهم البعض، ولويس سوف يضيف مساهمة كبيرة إلى هذا الفريق. هل من الممكن أن تخبرنا عن تفاصيل التعاقد مع لويس هاملتون؟ لا يمكنني. لويس لديه عقد جيد ويخطط للبقاء في الفريق للأعوام الثلاثة التالية على الأقل، وأنا متأكد أن العلاقة ستكون ممتازة، ولديه الكثير ليضيفه، ليس فقط من ناحية مهارات القيادة، بل ما قد يضيفه إلى الفريق كإضافته الهندسية وإضافته التسويقية. فهو شاب ولديه سلوك يختلف عن سائقي الفورمولا 1 الآخرين، ويجذب مجموعة أصغر سنا من المعجبين، وبالتالي أعتقد أن لويس لن يساعدنا في الجانب الهندسي فحسب، بل في جذب مزيد من المعجبين لفريقنا.